لحظاتي والكل سينطلق في هذه اللحظة مع شوط الجعدان شوطنا 18 ليعتبر في هذه اللحظات وآخر أشواط الجعدان لمن من هذه الأسماء المنطلقة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في عالم الأصايل أعلنت انطلاقة آخر أشواط الجعدان. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة وتقدم مع الصدارة. سكران سكران على المركز الأول، سكران على الصدارة وعلى المقدمة. حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي أبو عبد العزيز يتقدم، والله مصحصح اليوم هذا سكران. سكران يتقدم على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني لا تغفلوا عنه، ترى بيروح عنكم هذا سكران، هذا بيروح بناموس هذا الشوط. المركز الثاني مشوش لسعيد بن محمد بن ياسر العمري قادما احد القادمين من السلطنة. مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع في دانة الدنيا دبي. المركز الثالث ياتيك حيلان فالح بن حميد بن فالح الشامسي. والمركز الرابع نجد محمد بن خميس بالصوب نكتبي القادم على المركز الرابع. المركز الخامس ياتي هنا الاندلس للدكتور راشد بن حمد بالزفنة الاعفاري القادم على المركز الخامس. والمركز السادس، المركز السادس وتابع ياتي طوفان لعبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي، هذا شعار رعي سديوة القادم في هذه اللحظات على المركز السادس. المركز السابع يتسلل ويتقدم الشبل لمظفر بن محمد بن خموشة العمري قادما مع الشبل. المركز الثامن من الجانب الاخر هتان لحمدان بن سعيد بن مطر للتبيع على المركز الثامن. المركز التاسع يتقدم في هذه اللحظات هنا الفارس مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتمي. والمركز العاشر ياتي مطلوب لعبد الله بالطير بن سهيل العامري. هكذا هي النتيجه، هكذا هي النتيجه. هو النداء الاول اذاعتنا الاولى للعشر المراكز 1200 شوط الختام، شوط ختام اشواط الجعدان لمن من هذه الاسماء من هذه الشعارات القادمة في هذه اللحظات. تابعنا أول الأشواط الرئيسية للقعدان الذي ذهب مع شاهين لناصر بن مبارك بن سالم بن نصر العامري. شوط الجعدان لمن من هذه الأسماء؟ أعود إلى الصدارة كحيلان شعار العين على المركز الأول. فالح بن حميد بن فالح هنا يأتي من سيف الشامسي يتقدم على المركز الأول، ولكن المركز الثاني مطلوب عبد الله بالطير بن سهيل العامري القادم على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر وتابع في هذه اللحظات وصول من مناور عتيج بن سالم بن يعروف الزرعي. وصل شعار الزرعي اول نداء لهذا الشعار. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع بن سالمين قادم يقدم صياد محمد بن سالمين العامري القادم على المركز الرابع. المركز الخامس المركز الخامس وتابع حتان لحمدان بن سعيد بن مطر الاكتبي، ولكن اعود الى الصداره، اعود الى بن سالمين، بن سالمين، بن سالمين والزرعي والشامسي. معركه ثلاثيه، معركه ثلاثيه، ولكن بن سالمين، بن سالمين رعي مهاوش، رعي مهاوش ورعي شاهين الرموز يتقدم على المركز الاول ويقدم ويقدم صياد محمد بن سالمين العامري على المركز الأول. وعلى الصدارة الشامسي قادم على المركز الثاني، ولكن بن سالمين، بن سالمين تسلم يمينك محمد بن سالمين بن مبارك العامري على فوق صياد بالمركز الأول. المركز الثاني وصل شعار الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعار الزرعي على المركز
الثالث هذا اللي وصلنا على ثالث المراكز مناور لعتيق بن سالم بن يعروف الزرع المركز الرابع. مطلوب لعبد الله بالطير بسيل العامري المركز الخامس. المركز الخامس يقول اليابري عز الجيش لمحمد بن بلاع بن الدودة العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. 4:40 هو توقيت شعار بن سالمين. تهانينا وناموسنا على هذا الفوز والانتصار. صياد من اصطاد هذا الشوط، شوط الختام، محمد بن سالمين بن مبارك العامري. اسعد الله صباحك بكل خير. تهانينا والناموس للجميع.